احنا نستضيف معنا ضيف متخصص في هذا المجال، هو طبعا تخصصه اكبر من هذا المجال بكثير. بصراحة يعني ما اقدر اقول ان كان فنان فهو فنان كبير اكيد، ويوم يعتبر واحد من ابرز دكاترة الموسيقيين الملحنين عندنا في الكويت اللي نفخر فيهم في الوطن العربي في تاريخنا الحديث. دكتور في المعهد العالي للفنون الموسيقية، لا اسمه لا تواجده لا نجاحاته. ما أحب أطول وايد عشان مقدمات الطويلة دائما تبخس الإنسان حقه. هو الدكتور عامر جعفر. يا هلا ويا مرحبا فيك دكتور، منورني اليوم في البرنامج. يا هلا استاذه مي، وحب طبعا بالبدايه انت منوره البرنامج.